جيش حارب فيه انت ولا جاي تشوف لي في حل هنا في بلادي؟ راني عايش، راني تونسي هنا كيفي كيفي اي واحد تونسي، نتمتع بحق انه نابس بالشوف اللي قاعدين كلهم يخدموا على وراء بس اخرى في الصحافه يخرجنا الوالي ويكلمنا ويعطينا شنو يعملنا شنو يعمل الناس، ما طلبوا حد شيء. في تونس ما تبعتش هذه. في تونس ما شافتش. مالناش تبعي تونس الجملة. في الأخبار في تونس ما شافوش عليها حتى لمحة. جيب لنا الجزيرة خويا. نتاع مستير ما سمعناش به. نتاع مستير سمعتش به. والله سمعت به البارح. والله سمعت به البارح. من مارس اللي فات. من مارس اللي فات. نفس الوضعية. انا صوتنا من بالشوس شكون باش تكلم علينا؟ عنده واحدة متاع البلاد اعطونا شكون تتكلم علينا، حاجتنا كان باش تكون تتكلم علينا، ما طالبين شيء. Feel so near, oh, full of love.
ساكن. محمد بوعتين اللي فدي مواصلة التعليم تاعه وهو ما نصل للمستوى معناته في السابعة في البكالوريا في النظام القديم وفدي ونظر اللي هو في العائلة تاعه فدي أبوه متوفي راجل كبير متوفى معناته تم عليه عنده معناته 8 في العائلة فدي عمل شريو معناته يختلف منه معناته شريو يأتي في ضرب ما عندكش راس مال يمشي معنا فهمتي يقتني البضاعة بالطلوق معنا فهمتي الكريدي وبعد يبيع معنا فهمتي معنا يرجع لهم رأس المال ويأخذ معنا في النساء ويجيب السلعة معنا هذه بالأسبوع يخلص السيد هذا كم مرة معنا يجي يحجزوا البضاعة تجد له معنا ترتيب الفردية بأمر معنا فهمتي معنا صار ترتيب الفردية معنا في الكريدي العام فهمتي يخرجوا له معنا يحجزوا له مرات معنا يحجزوا له الميزان مرة يحجزوا له معنا فهمتي معنا البضاعة تاعه معنا فهمتي إلى آخره تكرر الحكايه كم مره هذول السلع كم 5000 وهو معناها ما خلاها بكريدي ومره خذوا له معناها 3000 المره الاخيره معناها فهمتي دخلوا الناس على اساس انهم مش رجعوا له معناها فهمتي البضاعه تاعو ومره انه معناها فهمتي كيبعدوا على الناس فبدوا يعبوا الاجيال الشرطه البلديه ويطفوا الكراتيب وبدوا يعبوا معناها يشحنوا في البضاعه تاعو كي تنقط هو حاول اتصال بالولايه بحثا عن حل للوضعيه هو معناها قبلها معناها فهمتي معناها العنف لانه حاول هو يمنع البضاعه تاعه كذا تعرض معناها فهمتي العنف من طرف معناها عوامل التدخل معناها شنو النهار؟ النهار معناها الحادثه بالضبط يوم الجمعه نعم تحديدا في الحاله هذه معناها فهمتي مشى ما حد معناها يتظلم معناها فهمتي السيد الوالي السيد الوالي هو في حق الامر معناها جديد معناها فهمتي على المنطقه وما يعرف معناها شنو المنطقه يحاول هو وهو سمعنا عليه معناها انتباع جيد معناها مع العلم انه معناها الوضعيه تاع سي محمد قبل لا يخدم في شارلو كان يخدم في معناها في ثانيه مع خاله معناها فهمتي صالح معناها فهمتي عزيزي يوقع انتزاع الاراضي تاعهم بطريقه غير قانونيه اللي هي معناها ترقاب اللي هي اثار ضجه كبيره واثار تحرك كبير في سيدي موزي هو نفسه معناها ضحيه فهمتي غير مباشره لوضعيه سابقه هي وضعيه معناها فلاحي رقاب المنزوحه عربيه من طرف معناها فهمتي ودولها الاعلام بشكل كبير الى اخره هذا كيحاول هو معناها باش يقابل وقع منعه من مقابله السيد الوالي فهمتي من طرف معناها فهمتي الحجاج تاع معناها الى اخره كي ما لقاش هو حل ونتيجه الغيب بيضحكوا كم من مره معناها فهمتي يصرف عليها الى اخره معناها يوقع السيد عليها واضافه الى تعنيفه هو واحنا معناها في جهه سيدي بوزيد ما نحبوش معناها الضيق، الظلم ما نقبلوش. مهما كان. في الحاله هذه مشى هو معناها فهمتي احتجاجا على الوضعيه هذه، خذا معناها فهمتي شيرين معناها مقابله معناها فهمتي معناها قريبه من الولايه، خذا معناها فهمتي معناها قارتين تاع اليوم، وفهمتي وصبهم على فهمتي على نفسه معناها مشى على نفسه معناها فهمتي غضبوا فيه. هذه هي معناها فهمتي الحاله. بحق الحمر هذه وضعيه فهمتي محمد البوعزيزي اللي هو في الوثيقه بتاع الصحيه في حاله خطيره ما يقوس منها معناها فهمتي طبيا الحاله الوضعيه معناها فهمتي انا خذيتها من المصادر من العائله بتاعه في حاله خطيره ما يقوس منها صحيا فهمتي ويبقى الامل على ربي وكو معناها الامل الشفاء على ربي مش نعطيك بالضبط وجهه نظر تاعك انا معناها فهمتي قاعد نتابع ونواكب انتحرت الوقاع هذا نهار السبت وقع تجمع وقعت معنا فهمتي مسيرة وقعت في حيرة في الشارع سلم المواطنين ما ضربوش الشباب هذا عمره ما حاد في حاجة الشباب هذا معنا فهمتي رغم احنا كنت نتخيل يعني هو جيل هذا كل الشباب تشوفيه قاعد يحرك الشارع هو جيل بعد 87 ما كنتش نتصور بمستوى معنا فهمتي من نبض ما استعملش الحجر وما حاتبش وما خسرش. وقتاش صار يا سيدي؟ كي وقعت بلاده استعملوا له معناها فهمتي كلهم جاي، والامن معناها فهمتي تقل كثافه وجاي يضرب وقتها كان فوق خط. نعاونوكم رانا من قولوا زدنا من الحل. احنا من تاع بلاد زدنا من تحت. زين. قولوا لي. حجر بلاد.
بلاد 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 بلاد